الأستاذة الناشطة السياسية أنوار القحطاني، المرأة الكويتية التي انتشر لها فيديو في الآونة الأخيرة وهي تنادي بصوت عالي في سوق مباركية. راح نشوف هذا التقرير ونرجع معاكم. شبعنا لفوا الحصار واهل الكويت لفوا لا مو اهل الكويت مو لفوا والشمال مو لفوا واهل فارس مو لفوا كل واحد يعرف اصله وكل واحد يعرف منو قبيلته صاروا لفوا اهل الكويت الحين صاروا لفوا والله مو لفوا للاشارات والعلامات اللي حاطينها والتفرقه اللي قاعد تسووها هذا اللفوا مساء الخير استاذ انوار وسعيدين جدا في وجودك معنا اليوم. في البدايه شفنا التقرير اللي تو طلع ونبي نتكلم عن الامور اللي حصلت داخل التقرير وخصوصا هناك من يعتقد ان الكويت للكويتيين بس اللي قبل 1920. اول شيء اللي صار بالكويتيه ترى بالمباركيه صدفه. يعني انا اول شيء عندي خبر بالتجمع هذا بس منو اللي بنسويه منو هذا اللي انا بس اللي انا استدليت عليه انه هو حق عايشه شيء. نعم. هي اللي قالت انا اللي مسويه الدعوه وانا كنت مو بالكويت ترى خارج الكويت كنت اتمنى اني انا اي الكويت بس علشان طبعا الحمد لله على سلامتك كنت في رحله علاج نعم فرحت لما رحت والموضوع هذا نسيته بتاتا يعني من اللويا والعلاج وشغلات هذا فنازل المباركية على اساس اتسوق نعم. وقلنا قاده وكذي وهذا من الساعه 3 لويا بالمباركية والكلمة يمة وكانت يامعة الخليج والكويتيين والوافدين وهي حاطة اللوحات ما في أحد معاها يعني قلة اللي معاها يمكن واحدة أو اثنين فقعدت تكلم عن الكويت وعلى يعني عن التفرقة وسحب المزدوجين وسحب الجناسي وشغلات أشياء وايدة فيعني بصراحة أنا شدني الموقف قاعد أقول لها أنت تتكلمين عن منو كانت تقول لي انا اتكلم عن الموضوع كذا كذا واحنا نبي نعلق الدستور قلت لها باي حق تعلقين الدستور انت حتى صلاحيات صاحب السمو تبتمسحينها والدستور هذا الدستور مو حق اي يعني حمايه حق الشعب الكويتي نعم. يعني هذا انت تبتمسحين حتى هويتنا احنا ككويتي فهي قامت تجادل وتعصب وتغلط وتقول قلت لها لا اسمحي لي بهالشيء هذا اسمحي لي احنا مع تغيير الجنسية مو معناته أن احنا نغير بالقانون الجنسية أن احنا نمسح صلاحيات صاحب السمو أو أن احنا نقول لا اللي يمنح الجنسية هو صاحب السمو بس هم أنت منفعلة بعد وايد بعد ما سمعت هذا الحديث طبعا نعم. طبعا يعني أي واحد يعني أنت جاي تخرب قاعدة تخرب قاعدة تميزين هذا بدوي هذا حضري هذا سني هذا شيعي يعني الكويت من وين يعني أول شيء الكويت ما في ولا أحد حتى أسرة آل الصباح يو هجرة أو شعوب تكوننا من عدة شعوب تكوننا من الجنوب تكوننا من الشمال تكوننا من عرب من عرب إيران نعم. فهذه إحنا ما ننكرها وليش ننكرها إذا هذه فينا يعني بس حزة الحزة إذا احتجناهم نقول هذيل عيالنا وإذا ما احتجناهم قلنا هذيل لفوا ما يصير بس عفوا أستاذة لما كنت هناك كنت بصوت عالي يعني هل تتوقعين أن الصوت العالي الحين راح يقدر ياخذ الواحد حقه اول شيء لانه ما في اي وسيله حق انك توصلين الشغله اللي انت تبينها وثانيا كلامها ان الكويتيين لفوا يخلي اي واحد مواطن عنده وطنيه ويحب بلده وما يرضى بالتفرقه العنصريه اللي هم قاعد يزرعونها بين الشعب قصبا عنك بيطلع صوتك يعني انا اعتقد اكثر من لقاء لي هني او اي مكان صوتي الحمد لله معروف بس إيه تخلي يعني ما أدري شنو بس عفوا أستاذة أنت حسيتي في تفرقة بهالجو هذا بين أبناء الكويتيين طبعا أو نقدر نقول نفس عنصري طبعا هي لما تقول أنا أول شيء جابتها قالت أول شيء أنا عندي ماجستير وعندي دكتوراه وأمثل شريحة من الكويتيين مو أنا اللي رديت عليها ترى رد عليها واحد من أخوان الخليجيين قال لها أي شريحة اللي تمثلينها كانت تقول لا نسبة 80% من شريحة الكويتيين أنا أمثلها قال لها معطينش توفيض قالت لها إيه هني أنا انفعلت قلت لها شلون أعطيني منو اللي فوضك أنا واحدة من الناس ما نفوضتك مو مفوضتك وهي قامت
لما شافت الجمهور يعني تفاعل انهدت عليهم خليت أنا. طيب أستاذ أنوار، أنت ليش تعليق على مجموعة الثمانين، وخصوصا أن هذه المجموعة تريد أن تبقى قانون الجنسية سيادي خالص ولا يمس؟ نعم، ردك على هذا الموضوع. أول شيء إحنا ما نبي نعظم مجموعة الثمانين لأن خذت صداها بما يفك، وبعدين ما تسوى. يعني ناس قعدوا بديوانية يجمعوا كم واحد قالوا إحنا طلعنا مجموعة الثمانين، راحوا حق الأمير قالوا إحنا نبي شغلات. طيب هو أمر الجنسية سيادي، منو تدخل فيه؟ إحنا نقول نبي تعديل، مثلا التزوير يتحول للقضاء، المزدوجين أجيب أخير بين أنت تبي جنسية الدولة هذه أو الدولة هذه، هذا الشرع والقانون يقول كذي. أما أنا أي على طول سحب جنسية وأشرد أسرة كاملة، وبعدين المزور أحاسب رب الأسرة، وبعدين ليش بس أحاسب رب الأسرة؟ من اللي وقع له؟ إحنا ليش نحاسب بس هذا؟ أنا ما أشوف ولا واحد من اللي كانوا مرؤوسين أو على لجنة الجنسية اللي وقع تحاسب أو تحول للنيابة. بعدين ما له شغل العيال ولا تزر وزارة وزارة أخرى، هم على طول العائلة كلها حرام. طيب هو الموضوع سيادي، إحنا عارفين قانون الجنسية سيادي، بس الموضوع يتعلق في موضوع القضاء، يريدون أن يبقى هذا الموضوع كما هو. نعم، القضاء يعني حل المشاكل الجنسية والتزوير لازم يلجأ حق القضاء. أما منح الجنسية سيادي عند الأمير، هو اللي يقول إيه ولا لا، هذا ما أقدر نتدخل فيه. بخصوص المرأة، حق المرأة مهضوم وايد وما حتكلم فيه بالمجلس، وانتي سويتي ريتويت على الأستاذة عبير جمعة مرشحة الدائرة الثانية ان صفاء الهاشم مو منصفة حق المرأة، كلميني على هالموضوع هذا. اول شيء انا بقول لك المرأة الاعضاء ما يعرفونها الا حزة الانتخابات. اعطيني منو تبنى قضية المرأة يعني لو شيء بسيط، ولا عضو من الاعضاء تبنى قضية حق المرأة، بس يعرف بيتها او يعرفها حزة انه يبي الصوت. ليش برايك؟ مصلحة، يبي يصعد. بس المشكله اليوم هم تتعلق بالحريم. انت اليوم موجودين كنسبه كبيره، تمثلون حوالي 70% 75% من الوصول الى المجلس. انتم بالنهايه اللي قاعد تختارون وقاعد تروحون الصندوق وما حد يدري عنكم وتصوتون. نسبه النساء المتزوجين غير كويتي دائما بالدائره الرابعه. عرفت شلون؟ والدائره الرابعه ما طلعت الا الاستاذه ذكرى رشيدي، وللاسف خذلت المراه ما وقفت معاها. أنا أقولها يعني على الملأ. فإني حق الأستاذة صفاء الهاشم، صفاء الهاشم والنعم فيها ما قلنا إنها، بس شنو عطت حق المرأة؟ ولا شيء، ولا أي تبنت أي قضية من قضايا المرأة. اللي تبنتها رواتب المرأة المتزوجة من غير كويتي، وقالت بصعد المنصة حق هند الصبيح. شو اللي صار؟ تغير الوضع، ما في تصعيد منصة. بعد إن شاء الله نتمنى الأمور تنحل وتصير الشغلات. كلمة أخيرة تحبين تقولينها؟ تفتح لي المجال ولا بس تعطيني؟ كلمة أخيرة تحبين تقولينها؟ لأن إحنا ما عندنا وقت، الوقت قاعد يداهمنا، فكلمة أخيرة تحبين توجهينها؟ أول رسالة تحبين توجهينها؟ لا، كذي أنهيت اللقاء وقصيت قص، فأنا أحبت أتكلم. أول شيء ما أعطيتني مجال أتكلم عن المتقاعدين. واللي اليوم صار عندهم اضراب. نعم، احنا حوارنا كان الرئيسي على مجموعه 80 وعلى اللي حصل وعن السوق المباركين. ما اعطيتني حق حتى اني اقول ان ابناء الكويت يستحقون الجنسيه اللي من مواليد الكويت واللي ام كويتيه سواء داخل او خارج الكويت. هذه حق من حقوقنا، والماده 29 تنص على المساواه بين الرجل والمراه. ما اعطيتني حق في المراه اني اقول لها انها تستاهل انها تاخذ سكن مثلها مثل الرجل. ما عطيتني اني اتكلم عن الفتوى والتشريع والبلاوي اللي قاعد تطلع، والدليل على ذلك القضايا اللي قاعد يخسرون الفتوى والتشريع، وبسبب ان المستشارين الموجودين في الفتوى والتشريع الاغلبيه مصريين. استاذه انوار، تتوقعين يعني كل هالمشاكل اللي قلتيها في حد راح يسمع؟ لازم يسمع، واذا ما سمع اليوم يسمع باكر. وهذه المشاكل من سنوات طافت. يعني لا، بس بدل الايجار القضية الأخيرة كلفت الدولة 52 اليوم مليون. اليوم هذا موضوع راح يطيل شرحه إن شاء الله، وفيها بعد فقرات حلياية، وإحنا سعدنا اليوم في وجودك. الله يسلمك. نطلع فاصل ونكمل إن شاء الله.